سيدي ماشي من اللي تزوجت بعزام وانما حياه تزوجت بسرحان. انا حياه وهو سرحان لي بيرسوناج. هذيك الصوره ماشي حنا اللي نزلناها، هذيك تسربت من البلاطو من الكواليس ديال المسلسل اللي تكلمت لكم عليه دابا. ومني غادي تشوفوا اولا في الحاله ما الا شفتوا المسلسل غادي تلقاو نفس الكوستيم نفس الديكور نفس بنفسهم. يعني انا وعزام ما تزوجناش ولكن سرحان وحياه تزوجوا. لا السيده ولي صاحبي عزيز عليا وخاي و 15 سنه وانا كنعرفوه، ما كاين حتى شي حاجه. هو الحاجه اللي ما قدرناش نقولوها اولا ما قدرناش نديكلاريو باللي هو عمل، لان كانت ممنوع علينا، ممنوع ان احنا نهضروا على العمل من قبل ما يخرج اوفيسيلمون في التلفزيون ولي بانو ولي جورنو. ممنوع علينا المنتج والطاقم الانتاج والاخراج جمعنا وقالنا ما تنزلوا صوره، ما تهضروا على العمل، ما تديكلاريو باللي كاين تصوير، ما حتى شي حاجه. ممنوع علينا منعا قطعا، فما كانش عندنا الحق باش نخرجوا نقولوا هذه المسلسل الفلاني اللي هو ماشي بحالهم، مسلسل ماشي بحالهم اللي يدوز في رمضان، لان كان خصنا حتى ينزلوا لي بانو ولا الفوتو ولا المهم حتى يتديكلارا عاد نقدروا نخرجوا نهضروا. دابا انا كنهضر